قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن التوصل إلى معاهدة تجارية جديدة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في متناول اليد، وذلك بعد قرار إرجاء المفاوضات بين أوتاوا وواشنطن لبضعة أيام. وشددت فريلاند مجددا على أهمية التوصل إلى صيغة معدلة لمعاهدة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا تكون جيدة بالنسبة إلى الكنديين.